متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي نقدمها لكم من هنا من طقس العرب. خلال هذا الأسبوع تتأثر المملكة بموجة حارة وكتلة هوائية حارة تعم عموم مناطق المملكة اعتبارا من يوم الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة يوم الأحد. تسجل العاصمة عمان حوالي 36 درجة مئوية، درجات الحرارة تتعدى 40 درجة في عموم المنطقة الشرقية ومنطقة البادية، منطقة العقبة، الأغوار والبحر الميت وعموم المناطق الساحلية خلال ساعات النهار. يوم الاثنين بإذن الله تستمر تأثيرات هذه الموجة الحارة وتأثيرات الكتلة الهوائية الحارة، حيث تكون درجات الحرارة في أواخر الأربعينات في المنطقة الشرقية، بينما تكون أربعينية في منطقة البادية والعقبة والأغوار والبحر الميت، فيما تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باقي المناطق. كما تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية يوم الاثنين، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار تكون عشوائية الطابع وخفيفة الشدة. يوم الثلاثاء بإذن الله تستمر تأثيرات هذه الكتلة الحارة وتأثيرات الموجة الحارة، درجات الحرارة تستمر أربعينية في المنطقة الشرقية، منطقة البادية، العقبة، البحر الميت والأغوار، بينما تكون في أواخر الثلاثينات في باقي المناطق. يوم الأربعاء بإذن الله أيضا تستمر تأثيرات هذه الكتلة الحارة، درجات الحرارة عالية، طقس شديد الحرارة ومرهق في عموم المناطق، أجواء غير مناسبة للنشاطات الخارجية خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا لكن تبقى الأجواء دافئة. بالنسبة ليوم الخميس أيضا تستمر تأثيرات هذه الموجة الحارة، درجات الحرارة 40 في المنطقة الشرقية، البادية، العقبة، البحر الميت والأغوار، فيما تكون درجات الحرارة في أواخر الثلاثينات وربما تصل حتى 40 في باقي المناطق. يوم الجمعة بإذن الله تنخفض قليلا درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتنشط الرياح الغربية في المنطقة الشرقية، تعمل إثارة الأتربة والغبار، لكن تبقى درجات الحرارة 40 في المنطقة الشرقية، منطقة البادية والعقبة، الأغوار والبحر الميت، فيما تكون في بداية الثلاثينات إلى منتصف الثلاثينات في باقي المناطق. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.